فوضى والمدرسين ما بيحضروش الحصص، ده احنا هنتفقد. ما انت طول السنه بتزوغ وتسهر وتهيص، سيب غيرك يقول الكلام ده. صحيح احنا بنزوغ عشان نهيص، انما مش في اوقات الامتحانات. يا جماعه احنا في شهاده عامه ومحتاجين لالتزام الدراسه. يا نهار اسود، ده انا لو سقطت ابويا يقتلني. نبعت شكوى للمنطقه التعليميه. هتيجي على دماغ حضره الناظر. انا مرضاش، الراجل ده جدع. ما هو السبب؟ تيجي على دماغه على نفوخه، المهم مصلحتنا وبس. انا عندي فكره مجنونه، اول ما اقولها مش هتفهموها وهترفضوها على طول. يا اخي قول وخلصنا. كل المدرسين بيخافوا ويترعبوا من خيال حضرة الناظر، لو فكرناهم بيه دايما محدش منهم هيزوغ. نفكرهم بيه ازاي؟ نعمل تمثال لحضرة الناظر قدام باب الخروج. والنب بلاش تخريف، احنا هنخسر ايه؟ اهي محاولة. الجزمة، فين الجزمة؟ لبسها له. العصاية، خد العصاية. حضرة الناظر، يا أهلا وسهلا يا فندم، المدرسة نورت. إيه النور ده؟ منافق. والله يا فندم المدرسة من غيرك ما تسوي تلات طوار فول بزيت يا فندم. يا حضرة الناظر، ده انا ممشي المدرسة على سنجة عشرة. انت اللي ماشيها؟ ده طول النهار بيهنكر يا حضرة الناظر. احسن منك اللي طول النهار مزوخ. انا؟ ايوه انت. هيكشفوا بعض قدام حضرة الناظر. ده التمثال يهبل. هو ما ردش علينا ليه؟ ما انتش عارف ما بيردش ليه؟ قرفان منك ومن عمايلك السودة. عمايلي السود انا يا استاذ شبر ونص يا أزعة يا درجة سبعة يا عم. غوره من وشي. يا دي مسألة ما يتسكتش عليها. طلبة تسيب دروسها وتعمل تمثال للبه الناظر مرة واثنين وثلاثة. اسمع انت، انا ما اسمحلكش تكلمني باللهجة دي. اللهجة دي لمصلحتك. انا دلوقتي لو قدمت تقرير باللي حصل في المدرسة مضطر اقول انك فشلت كناظر. اعمل اللي انت عايزه وما تتكلمش معايا. انا اتكلمت بس عشان الصداقة والزمالة اللي بتجمعنا، لكن انا مضطر انحيك عن نظارة المدرسة. مفيش لزوم تتعب نفسك، انا مستقيل يا محسن بيه. تبقى مجنون بترمي كفاح 25 سنة في الارض. معلش يا فندم، هو اعصابه تعبانة شوية، انا ههديه هروق له اعصابه. على كيف وحر. هذا تخير. ايه اللي سيادتك بتكتبه ده؟ استقالة. محسن بيه صديقك وبيدور على مصلحتك. مصلحتي في اني اتنحى عن النظارة؟ ما افتكرش اعملها، بس انت هدي نفسك. انا ما استناش عطف حد، هو غلطان ولازم يعتذر رسميا، والاستقالة مسببة. اتفضل قدمها. استاذ نوح. كل واحد بياخد نصيبه.